نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة. وصافح الرئيس السيسي الوفد القطري المرافق لأمير قطر، كما صافح أمير قطر الوفد الرئاسي المرافق للرئيس السيسي، ثم اصطحب الرئيس السيسي أمير قطر لقاعة كبار الزوار بمطار القاهرة. من جانبه صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر سيعقدان قمة اليوم بالقاهرة، ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات مهمة قبل يوم من انعقاد القمة العربية الطارئة في الرياض لمناقشة الأزمة الفلسطينية الراهنة.